حكمة عالم، حكمة الحياة. هناك شوق لحكمة أوسع وأعمق. عندما أحاول أن أكتب أشعر بذلك، أشعر بحقيقة أن القصيدة إلزامية، فهي حتما تغير بنفوسنا، بداية عند جمعها الكسور التائهة، بداية عند جمعها الكسور التائهة عن الكمال وربطها مجددا لإنتاج الفن، ثانية عند منح الفن لأيدي العامة والتوقع منهم أن يصمموا المستقبل. أنا أيضا أريد ذلك، تقول كالعاشق المتلهف، تقول كالعاشق المتلهف على الانكشاف والاقتراب من الاكتفاء. عدت أؤمن بذلك أن الحلم سيغير حياتنا بعد كل سنوات اليأس والتجاهل وتشتت الأفكار. بطريقة ما عادت الثقة، إن الكلمات قادرة على الانسياب إلى روح الآخر. الآخر؟ نعم، إن الكلمات تملأنا مروءة ثم قوة لنغيره.